يوم تموت الأم، ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ ما هي التغيرات التي تحدث في داخلك ومن حولك؟ ماذا يعمل كل إنسان يوم تموت أمه؟ كل إنسان لابد أن يتعرض لموت الأم. موقف مؤثر وصعب، ولكن للأسف كثير من الناس لا ينتبه ولا يأخذ العبرة ولا يتعظ، وكأن شيئا لم يكن. هي لحظات أو أيام من الحزن ويعود كل شيء كما كان. أخي الحبيب، هذه الأم، أول شيء إذا كان لديك أم، أو حتى لو كانت أمك قد توفاها الله، يجب أن تعلم أن الله يرحمك بهذه الأم، وأن الله يحفظك ببركة هذه الأم، وأن الله تبارك وتعالى جعل الجنة عند قدميها. انظروا أخي إخوتي في الله كيف أن الإسلام أعطى قيمة عالية للأم، أي للمرأة. يقولون إن الإسلام أهان المرأة، الإسلام جعل الجنة عند قدميها. ليقول لك إذا كان عندك حاجة من هذه الدنيا، ضيق رزق، مرض، مشكلة تتعرض لها، اذهب وقبل قدم أمك وقبل يديها. ليس على سبيل الضحك عليها، لا، يجب أن تفعل ذلك بصدق وأنت ترى الجنة عند قدميها. موت الأم أيها الأحبة صعب جدا. كثير منا أيضا ماتت أمه ونسيها ولا يتذكرها. هذه الأم التي عانت طويلا عندما كنت في بطنها، وعانت كثيرا بقية حياتها من أجلك، لتكرمك، لتحمل همك، تدعو الله لك. الأم أخي الحبيب وضع الله في قلبها رحمة لم يضعها في قلب مخلوق آخر، وكل هذه الرحمة رحمة الأمهات جميعا، من بشر أو كائنات حية، كلها جزء من 99 جزءا من رحمة الله. تصور أن الله أنزل جزءا واحدا من رحمته يتراحم به العباد والخلق إلى قيام الساعة، وأبقى عنده 99 جزءا ليرحم بهم العباد يوم القيامة. فأنت أخي الحبيب تتعامل مع إله كريم، تتعامل مع إله رحيم، أرحم من كل شيء. أنت الآن لديك أم ماتت قبل سنوات طويلة، لماذا تنساها؟ لماذا تعرض عنها وقد أعطتك كل شيء، وهبتك كل شيء، منحتك حياتها، منحتك صحتها، وهي على فراش الموت تتمنى لك الخير وتفكر بك وبهمومك، وتتمنى لو أنها تستطيع أن تعطيك من عمرها؟ هذه هي الأم أخي الحبيب. أقل ما تقدمه لهذه الأم دعوة صالحة تتذكرها كل يوم. إياك أن تغفل عنها، إياك أن تغفل عن هذه الأم الرحيمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك ببر الوالدين. المنزلة التي أعطاها الإسلام للأبوين هي بعد الله مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لم يقل اهتم بنفسك أو بأولادك أو بمالك أو بعلمك
أو برزقك. لا أبدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، رقم واحد، وبالوالدين إحسانا، اثنان، مباشرة ليجعلك تدرك ثقل هذين الأبوين عند الله، إياك أن تغضبهما. إذا ماتت الأم أخي الحبيب ينقطع عنك بابا مهما من أبواب الدعاء والرحمة كان يصلك ببركة هذه الأم، فيجب عليك أن تدعو لها، أن تتذكرها كل يوم بقراءة الفاتحة على الأقل وبدعاء من عدة كلمات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هل هذا صعب؟ بضع كلمات تقولها كل يوم في صلاتك، رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لذلك والله أيها الأحبة، الذي يدرك لحظة الموت، أنت ستموت أخي الحبيب، وكلنا سيموت، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وخاطبه الله فقال إنك ميت وإنهم ميتون، كل الكون سيفنى، ستمر بلحظات الموت وستتذوق الموت وستعيش في حياة البرزخ، لن يأتيك من العمل إلا ما قدمته في الدنيا، ولن ينفعك إلا ولد صالح يدعو لك. أمك الآن بحاجة إليك، أمك تحتاج، منذ لحظة الموت أمك بحاجة إليك، ليس لديها عمل، لا تستطيع أن تقوم بأي شيء، ليس لديها أي قدرة على أي عمل، هي ميتة، فهي كأن لسان حالها يقول لك لا تنساني يا ابني من الدعاء، أنا محتاجة لك. تصور أن أمك لو جاعت أو عطشت، ألا تقدم لها لقمة تأكلها أو شربة ماء تشربها؟ طيب كيف تنساها الآن بعدما ماتت؟ والله أيها الأحبة، الأم في كل لحظة بحاجة لدعائك، في كل لحظة تحتاج لولد صالح يدعو لها، وبخاصة إذا كان لديها ذنوب، الولد الصالح قادر على مغفرة ذنوب أمه. أن تقول رب اغفر لأمي، يا رب نور قبرها بنور القرآن، تجاوز عنها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا الأمر أيها الأحبة أمر خطير جدا، معظمنا يغفل عنه. يجب أن تحسن لأمك في حياتها ويوم موتها وبعد موتها، تمام، لكي يهيئ الله لك من يحسن إليك في حياتك وبعد موتك، ويهيئ لك من يدعو لك، لأننا كلنا ضعفاء بحاجة لمن يدعو لنا. إذن أخي الحبيب انتبه معي، أمك عندما تموت لا زالت تسمع، لا زالت ترى، لا زالت تعلم من أخبارك قبل الدفن هذا، وبعد أن تدفن إذا كانت امرأة صالحة ثق تماما أن قلبها عندك، لأن الأم قلبها معلق بأولادها، تريد أن تطمئن عليهم، تريد أن تعرف أخبارهم. إذا كانت الأم من الصالحات القانتات العابدات الصائمات، إذا كانت تحرص على الاستماع للقرآن، فهي الآن في نعيم، وهي التي تدعو الله أن يرحمك. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، هي تدعو الله أن يكرمك كما أكرمها. لذلك أخي الحبيب، إذا كنت تفعل معصية ثق تماما أنك تؤذي أمك بهذه المعصية وهي ميتة.
إذا أكلت مال إنسان هذا العمل يؤذي أمك، أمك تكره هذا العمل، يؤذيها. حتى لو أمك أمرتك قبل أن تموت وأوصتك أن تقطع الرحم لا تفعل، لأنها ستندم بعد الموت على ذلك، وتتمنى أنها لو أنها أمرتك بصلة الرحم. إذا أوصتك ألا تكلم أخاك أو أباك أو أحد ممن تكرههم لا تفعل ذلك، صل الرحم واستغفر لأمك. إذا أوصتك أن تحرم مسكينا من مال ما إياك أن تفعل، لأنها ستعذب به. بالعكس، أكرم الناس وأطعمهم وصل الرحم، سيعود الثواب هذا على أمك، واستغفر لها الله سبحانه وتعالى. يوم تموت الأم الحقيقة الدنيا تظلم من حولك ولكنك لا ترى. مصدر مهم من أبواب الرزق انقطع بموت الأم. لماذا؟ لأن دعاءها لك لا ينقطع إذا كانت مؤمنة صالحة. طيب ماذا لو كانت هذه الأم مقصرة؟ عليك أن تنصحها قبل أن تموت في هذه اللحظة. إذا كان لديك أم لا تصلي، سارع قل لها: يا أمه، أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. ذكرها بآية: ما سلككم في سقر، وادي في جهنم مرعب، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الصلاة مهمة جدا أخي الحبيب. إذا كانت أمك لا تتصدق، أمرها بالصدقة، انصحها وقل لها إن الصدقة برهان بعد الموت. إذا كانت أمك من النوع الذي يؤذي زوجه أو جيرانه، انصحها أن تصبر، أن تتحمل أذى الناس، لأن الصبر ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يضيء قبرها هو الصبر. لذلك يوم تموت الأم تغيرات كثيرة تحدث في داخلك ومن حولك. الأم كانت تذكرك بالله إن كانت صالحة، غابت هذه الذكرى، أصبحت تلهو في الدنيا، نسيت هذه النصائح من أمك. إذا أغضبت أمك قبل أن تموت ولم تعمل بنصائحها، فعليك الآن بعد الموت، بعد أن ماتت، أن تستغفر لها الله. حقها عليك أن تدعو لها الله كل يوم، أن تقرأ القرآن على نية أن يصل ثواب هذا القرآن لها، لأن القرآن هو دعاء أيها الأحبة. يعني بعض الناس يعتقدون أن قراءة القرآن لا تصل للميت، تصل، لأن القرآن بالنتيجة هو دعاء. يعني عندما تقول في القرآن في آخر سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، عندما تقرأ سورة الإسراء وتقرأ فيها: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أليس هذا دعاء؟ وهو قرآن. إذن ثواب القرآن يصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الميت ينقطع عمله إلا من ثلاث: أحدها أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آباءنا وآباءكم جميعا، وأن يعني يلهمنا الدعاء لهم، وأن يتجاوز عنا وعنهم في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.